مساء الخير مشاهدي تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتريك، ورحب بمحللي برنامجنا لهذه الليلة كل من الكابتن شاكر محمود. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا بك. ورحب أيضا بالكابتن سلام هاشم، أتمناك الصحة والسلامة. الحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك كابتن. وإذا اليوم 6 مباريات من الجولة 17 في دورينا، نبدأ بأبرز العناوين. الأنيق يفشل باستعادة صدارة دوري الكرة الممتاز بعد خسارته من المتوهج فريق زاخر. جماهير فريق الطلبة تصب جام غضبها على لاعبي فريقها وتحمل الحكم سالم عامر مسؤولية الخسارة. فريق القاسم يعمق جراح النفط والكرخ يعود بنقطة ثمينة من أرض نفط البصرة وكربلاء يحقق فوزا هاما على الديوانية. ديربي الفرات الأوسط بين النجف ونفط الوسط ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أهلا بكم مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذه الليلة. اليوم 6 مباريات من الجولة 17، يوم أمس كان هناك 4 مباريات، يوم غد راح يكون عندنا اختيار الأفضل بالإضافة إلى حكم الفار أيضا راح يكون متواجد يوم غد. فراح نبدأ بأولى مبارياتنا لهذه الليلة، مباراة الأولى اللي جمعت بين فريق القاسم وفريق النفط. هذه المباراة انتهت بفوز فريق القاسم بهدف مقابل لا شيء لفريق النفط، سجل علاء محسن في الدقيقة 52، هذا هو هدف القاسم وفريق القاسم في هذه المباراة. الفريق للعلم بدون مدرب، والنفط بمدرب مؤقت هو الكابتن محمد جاسم. كابتن شاكر، اليوم فوز مهم كان لفريق القاسم بغياب المدرب علي عبد الجبار. طبعا مبروك لنادي القاسم واستحق الفوز اليوم بسبب الفوارق بين الفريقين. يعني شوف المنافس إلى نادي النفط يعني عنده استقرار لاعبين، الجانب المادي، يعني كل الأمور تصب بصالحهم، وقادم من فوز من ضد النجف وجاي لازم يدخل اليوم بوضع نفسي أكثر عكس فريق القاسم اللي عانى ما عاناه من حرمان وإصابات واستبعاد المدرب. فأعتقد كانت هي مباراة ديربي للفرق المؤخرة، فالقاسم استغل العامل النفسي ودخل بروح الفوز. وهي مباراة كانت فقيرة فنياً بصراحة، يعني ما شفنا جمل تكتيكية أو شفنا حيازة أو شفنا وصول للهدف، فقط من حالة ثابتة استغلها فريق القاسم وقدر علي محسن يسجل هدف جميل بضربة رأس وكسبوا 3 نقاط ممكن راح تسعفهم بالمرحلة الثانية. لكن أنا بتصورات راح يبقى يعاني نادي القاسم بسبب عدم تسمية مدرب أو يحتاجون بعض كم لاعب بالمرحلة الثانية حتى يبقون من ضمن الفرق اللي ما تهبط، لأن عندهم جودة باللاعبين بصراحة. أنا شاهدتهم، يكون هاي ثاني مباراة شاهدتهم مع شرطة، كانوا فريق جيد. واليوم شاهدتهم مع نادي النفط يمتلكون بعض العناصر يعني تتوسم بهم خير بالمستقبل. زين كابتن سلام، القاسم يمكن من الفرق هو والنفط يمكن بالمراكز اللي أو هذا الموسم قبلات كان موقعهم بلي المراكز، هذا الموسم من الفرق اللي قدمت لكن ما حالفها الحظ في بعض المباريات. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. تحية طيبة لأخوي العزيز شاكر اللي صار لي فترة طويلة ما شايفه، وأنا اليوم متواصلين بالتليفون بس فرصة طيبة اليوم أشوفه. هاي أنتم دائما تفاجئونا يو تي في، تجيبون الأحباب الأصدقاء. الله يخليك تأمر. طبعا حقيقة علامة الاستفهام هي نادي النفط أكثر من القاسم. إحنا النفط مثل ما نعرفه كليتنا إنه دائما فريق كان ما يتجاوز المركز السابع في كل الدوريات المواسم الماضية، ممكن الموسم بالنسبة إلى الأسوأ هو يكون السابع، لكن الآن وضعه يعني أكو أكثر من علامة استفهام باختيار اللاعبين، تبديل المدربين، بهواي أمور. عكس القاسم فريق شاب مدفوع، طعنا مؤشر اليوم فريق القاسم، طعنا مؤشر إنه السبب الرئيسي في نجاح المدرب هو اللاعب. لما اليوم هو فريق بلا مدرب وقدر أن يفوز على واحد من الفرق الجيدة، هذا يدل على أنه أدوات اللاعبين هم الاندفاع المعنوي إلى دور في أنه يحصلون على 3 نقاط ومن فريق مثل النفط. ولهذا أتمنى أنه القاسم يعني يتمدد بهذا الأداء، لكن فريق النفط ما أتمنى لأنه أشوف أسوأ من هذا الحال.
طيب انطونا الهدف شباب، بس خلي أعلق على أرضية الملعب. ملعب كربلاء الأولمبي، هذا الملعب أو الدولي، هذا الملعب هو طبعا الملاعب اللي جميلة، احنا دائما ما نقول انهم عندنا ملعب في كربلاء، عندنا في النجف، عندنا في بغداد، في البصرة، في الكوت، في أربيل. ملعب دهوك يوم أمس يعني كارثة الكوارث، البارحة يعني متابعنا المباراة ما تحسه ملعب، تحسه ملعب، ملعب دهوك تحسه ملعب للفرق الشعبية، يمكن حتى الفرق الشعبية تلعب يحسن من هذه الملاعب. بس أنا رسالتي هنا هسه كل هاي الملاعب اللي عندنا زين، الإدامة وين؟ هسه احنا نظل نحكي الإدامة والإدامة والإدامة، وين هنا الإدامة؟ زين انتم تحكون على البذور الشتوية، ترى والله العظيم بالعالم كله ماكو لا بذور شتوية ولا بذور صيفية، نوعية الثيل عالم تجي نوعية الثيل يمشيك موسم موسمين يجي يتبدل، يجي يتبدل، انا اظل ازرع فوقها بذور واجي اخلي له مواد كيميائية وسماد وما اعرف، هذا مو شغل، هذا شغل بدائي، هذا شغل اكو ملاعب تنصب ارضياتها. احنا ذاك اليوم اشدنا بإدارة الكرخ لانه تعاونوا وغيروا ارضية ملعبهم، قلنا لهم عافية ورحم الله والديكم، سويتوا ملعب انه نقدر اليوم ننقل من عنده، نقدر اليوم حتى الفرق تتخذ تدريبات، باكر عقبه نستضيف بطولة، عندنا ملعب الكرخ ومن ضمن الملاعب اللي تقدر الفرق تتدرب عليها. زين هذا ملعب دولي، هذا ملعب كربلاء الدولي، هو فريقين فقط يلعبون، هو الكربلاء والقاسم. زين انا اجي اسال سؤال هنا، راح نظل احنا نعتمد على البذور الشتوية وهاي الميزانيات الانفجارية؟ هاي الملاعب تابعة لوزارة الشباب والرياضة، سيد الوزير أرجوك يعني تتابع هذا الموضوع، ترى كارثة، هذا كارثة، هذا اللي قاعد يصير بالملاعب كارثة، هذا يا أما فساد للشركات المنفذة يا أما الكوادر الهندسية اللي عندك بالوزارة ما قاعد تشتغل، اطلع عنا وقول ياب هذا منو 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 سبب الملاعب هاي أرضياتها هيك بهذا السوء؟ يعني هاي حال أرضية ملعب؟ أنا ما أعرف، أنا هسه فقط الديمون ملعب الشعب وبقية الملاعب شنو؟ طبعاً أربع لاعبين أصابوا من خلال احتكاكهم بالأرض، يعني طبعاً صار كابتن أصابة شنو؟ أربع لاعبين من النفط ويمكن من القاسم استبدلوا من خلال ميلان بالكرة وطقر يمكن الرسخ ما لفتر أو الركبة. زين ملعب النجف مو نفس الشركة لو غيرها، ملعب النجف اليوم ملعب النجف أنا أقول لك شغلة، لا والله مو نفس الشركة، كلها تابعة للوزارة، لا غير أرضية ملعب النجف حلوة، لا سيء، لا بذور شتوية ولا صيفية، ملعب خضارة حلو وكانت المباراة بجميلة. هي المشكلة شنو؟ هسه هاي أرضية ملعب، هذا ملعب تابع لوزارة الشباب والرياضة، إدامة. زين الإدامة وين؟ هسه احنا من نحكي على الكراسي تزعلون، تقول اكو تراب واكو وسخ عليها تزعلون، لا تطلعوا لي 10 صور 5 صور اوكي رحم الله والديكم نظفتوهن، 10 كراسي لو مدرج لو هاي المنطقه بس تنظفوها، البقيه والطابق الفوق والطابق الثاني اللي بالملعب مهم كاتل الوسخ، بس اللي هيك نحكي هسه هذا ملعب اوكي سوي ادامه عليه، اروح العبهم ملعب الكوت، هذا ملعب الكوت شنو مفتحي على شنو؟ بس هيك سوينا عندنا ملعب الكوت وخلاص، ليش ما اروح انقل مباريات هناك؟ هذا لازم يكون تعاون بين الاتحاد لجنه المسابقات والوزاره، تعال يا وزاره الشباب احنا نريد الملاعب كذا 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 ادامه عليها. زين هذا مو نوع من انواع الفساد لو انا غلطان؟ هذا مو لازم اليوم هذا كل هاي المشاريع تنحل لجنه النزاهه لهيئه النزاهه؟ ملعب بهذا الحجم بهذا الجمال، ملعب هو بكربلاء بس هذا الملعب زين بس هذا وبعرضيته، ليش يعني تظل احنا نقول يا اخوان الملعب يا اخوان ارضيه الملعب يا اخوان ارضيه الملعب؟ يعني والله هسه الواحد يحشي والله طلعوا مطوره، والله العظيم دائما احنا والله العظيم كابتن يطلع الواحد مطر من يشوف هيك شغلات. بعدين وبعدين ملعب كرملة واحد من الملاعب اللي نتباهى بيها على اساس انه بناء جديد وحديث والملعب الاقرب الى بغداد، يعني هذا موضوع صحيح. موضوع الملاعب اصبح موضوع يعني حقيقه مخجل، العالم ما صور بعدكم ملاعب حتى ماكو هاي مال بذور وما ادري بذور صيفيه وبذور شتويه، عمي ماكو عمي ارضيات ملاعب تتبدل كامله. تنسب الخليج من رحنا اكو عمال ذول باكستان وذول بنغلاديشيين وهندي، اربع خمسه ذول تعينهم بالله هم ادامه احسن ما يجيب شركه، والله هم يديمون لك الملعب. طبعا هاي العالم العطاله والبطاله الشباب ليش ما تعينوه؟ مو تقول ما عندنا، ليش ما تعينوهم؟ ليش ما نسوي لهم عقود وعينهم على الملاعب؟ هاي الملاعب يراد لها ادامه، يراد لها تنظيف، يراد لها هم ملعب المدينه، هذا ما راح هذا بعدين، هذا راح اخصص له علاقات ملعب المدينه والكوارث اللي بي حلقه او حلقتين ثلاثه راح اسوي له، كافي هسه اللي بنيته بس ديموه سوي ادامه عليه،
مع الوزير شوي حرك نفسك، اطلع وخذ لك ما يخاف احنا قابلين، وخذ لك فد 10 صور 5-15 صورة انه جات تتمشى بالملاعب، تشوف الارضية، تشوف البنى التحتية اللي بالملعب، تشوف المنازع، تشوف الغرف اللي بيه، تشوف الرطوبة اللي ماكل الحياطين. المباراة الثانية مباراة الطلبة وزاخو، المباراة طبعا انتهت بفوز فريق زاخو بهدف مقابل لا شيء، سجل اللاعب فرحان شكور في الدقيقة 48. في مباراة لحساب الجولة 17 من عمر دورينا الممتاز، استطاع القادم من أقصى الشمال فريق زاخو من الفوز على المتصدر فريق الطلبة في مباراة كان بطلها بلا منازع حارس مرمى الطلبة حسن أحمد الذي لولاه لخرج الأنيق بخسارة مدوية. شوط المباراة الأول كان سجالا بين الفريقين مع أفضلية واضحة لأبناء الخابور، حيث ظهر زاخو متماسكان ينقل لاعبوه الكرات برشاقة ويصل مرمى الطلبة بسهولة، وهذا ما تفطن له المدرب يمان الزلفاني الذي أحس بخطورة المنافس، ما دفعه إلى الإعاز لمدافعيه بعدم الصعود خوفا من سرعة مهاجمي زاخو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي شوط المباراة الثاني ومع بدايته وضع فرحان شكور فريقه بالمقدمة، الأمر الذي جعل الأنيق يندفع بكل خطوطه، لكن المدرب حيدر عبد الأمير تعامل مع المباراة بحنكة عالية حينما اعتمد بعد الهدف على الأسلوب نفسه مع محاولة الاستفادة من الكرات المرتدة، إذ تحصل فريقه على عدة فرص سهلة ولا تصدق كانت سانحة للتسجيل، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لزاخو على حساب الطلبة الذي ظهر لاعبوه شاردين الذهن فاقدين للتركيز طوال وقت المباراة. طبعا شكرا لنزيه وحيدر. كابتن شاكر، الطلبة اليوم يفقد الصدارة، كانت فرصة مواتية للتصدر. مبروك الزاخو إداء ونتيجة بصراحة، يعني الشوط الأول والشوط الثاني، يعني الشوط الأول بدأت نص ساعة الأولى شفت الحيازة كلها نادي الطلبة، بس حيازة يعني ما بها فاعلية، بس زاخو بالعكس استغل 3 فرص أهداف 100%. والشوط الثاني صارت صحوة شوية للطلبة، لكن كانت على ما تفضلت بسؤالك انه يمكن عايشين بنشوه الصداره او بين قوسين ما مصدقين، يعني بدي اشوف فرق الجو قاعد توقع، انت ليش ما طلبه ما تستمر؟ فنزلوا بثقه عاليه، يعني كانوا ضامنين المباراه، انه ضامنين الفوز. اي ولولا حسن احمد الحارس لكانت النتيجه اليوم اكبر. صح، يعني خاصه انا رسالتي للمدرب الطلبه عليه العمل على الجانب الدفاعي كمنظومه كافراد، لان مساحات قام يصعدون بسبع لاعبين مثل اللاعبين، لكن توفق اليوم الحارس وقدرت أن تنتهي النتيجة ب1-0. فعلى الطلبة إعادة نفسهم، يمتلكون نوعية لاعبين جيدين لكن يحتاجون الجانب النفسي، مهم للفرق الجماهيرية اللي توصل للصدارة. أنتم من طلبة صح صاركم فترة بعيدين عن الصدارة، لازم تتمسكون بيها، يعني ضياع فرص أنانية صارت بالجزاء، تعاون ماكو، وأربع لاعبين بجهة 3 لاعبين بجهة، لكن زاخو اليوم قدروا كانوا استطاعته ويسجلون أكثر من هدف. قلت لك لولا براعة الحارس حسن أحمد لكانت النتيجة كبيرة للطلبة، فأتمنى تكون صحوة جديدة لهم بالمباراة القادمة، وهي مباراة النسيان فاستحقوا. طيب، أخو ومبروك لهم هذا الفوز. زين كابتن، أكو حتى بطء كان بعملية نقل الكرة بالنسبة لفريق الطلبة، ثقة بالنفس هي كانت شنو؟ هو الحقيقة بمباراة اليوم يستحق الإشادة نادي زاخو، هم ومدربهم اللي هاي ثالث مباراة يحصلون. مرات لما يجي فريق في حساباتنا، فريق مثلا هو دون الوسط او بالوسط ويفوز مره على واحد من الفرق الزينه في ملعب ما، تقول مفاجاه، لكن لما يتكرر الفوز في اكثر من مناسبه ومستمره بمدرب جديد شاب، معناتها اكو بصمات موجوده بداخل الملعب. وحقيقه حيدر عبد الامير واحد من الشبان المدربين اللي يحتاج انه يندعم، لانه هذا قدم خلال هالمباراه قدم ورقه نجاحه
بشكل عام لما يجي فريق أداء الطلبة يعاب عليه أنه يفترض أن تكون اللي يريد ينافس على الصدارة واللي يريد يفكر بالحصول أن يكون عنده نفس مباريات طويل. اليوم الأداء اللي يفاجئونه بالطلبة فعلا أكو بطء، فعلا أكو تحس فريق ما متماسك، مو هذا الفريق اللي هو يكون المفروض بالصدارة. دائما الفريق اللي بالصدارة عنده شخصية، اليوم الطلبة ما شفنا هذا موجود. ممكن اللعبات اللي راحت شفناها موجودة وفريق فعلا عنده طموح، لكن بمباراة اليوم بالذات هو فريق بطيء بنقل الكرة، ما تحس خطوطه مترابطة، ولهذا ساعدت فريق زاخو اللي مدفوع بشكل كبير أنه يحقق النتيجة. زين، أنا أثني بصراحة، يعني اليوم أنت المدرب شلون تعرفون، يمكن تشاكلون مدربين وتعرفون لاعبين دوليين سابقين. اليوم المدرب أنا أشوفه من خلال نتائجه، من خلال عمله مع فريق قد تكون أدواته مو مثل أدوات الفريق الآخر. قد يكون أنه ما عنده لاعبين بالمنتخب الوطني، لكن يقدم، يسجل، يواصل أنه التقدم من المراكز المتأخرة الآن إلى المراكز المناطق الدافئة في جدول الترتيب. حتى من يتعادل لو يخسر شوفه هو أفضل من الفريق المنافس الآخر. واليوم أنت ملعب الشعب وتلعب ضد نادي الطلبة مصدر وعندك جرعة هجومية، تدري كل لحظة هم هجموا على هدف، إذن أكو عمل. فإحنا عدة حلقات هنا مدحنا بالكابتن حيدر عبد الأمير، نتمنى له الموفقين إن شاء الله. وكل فريق عنده بعض النواقص يحتاج منهن، يحتاج فقط إلى صانع ألعاب أو صانع أهداف خلف المهاجمين. يعني اليوم هذا فرحان شكور ما حد متوقع أن يكون اليوم أساسي. فرحان صار لفترة قاعد حتى أحس بي عنده وزن، لكن اليوم عرفوا شلون يوظفه بهاي المباراة وقدر أن يخلق ويقلق الرباعي الدفاع لفريق الطلبة. فمرة ثانية حيدر عبد الأمير أتمنى يستمر بهذا العطاء، ورسالتي لإدارة الزاخو أن تدعمه أكثر باستقطابات لاعبين وتتعاقد وياه. لا تظل إذا خسر خسارة خسارتين لا سامح الله، لا تحذو حذو الإدارات الباقية وتبديل المدرب بسرعة. أن أشوف مشروع مدرب إن شاء الله حيدر عبد الأمير وغيره من المدربين اللي برزوا. لا بس إحنا نفرح اليوم نشوف لؤي صلاح، نشوف عبد الوهاب الحليل، صح ولا لا كاتب؟ عندك حيدر عبد الأمير، ولي كريم، يعني أسماء اليوم إنه قاعد تقدم بالدوري، أسماء شابة قاعد تقدم. ما هي هذا ديمومة الحياة هيك، يعني أجيال تجي تتوارث من أجيال وتفرح. حس إحنا أنا وشاكر من جيل، يمكن هو كلاعبين يمكن الجيل الذهبي للعراق، لكن اليوم من نجي نشوف من هذا الجيل يظهرون مدربين شباب ينجحون هذا يسعدنا. ذكرت مدرب صديقنا مشترك نزيه ما مختلف مدرب، انتوا ظلوا مشادين الا يجي يوم يظهر للساحه ونشوف نزيه ما مختلف صاحبنا ولد صاحبنا حياتنا للكابتن سمير. لا مستقبلا راح اشوفه يلا ان شاء الله زين. فأنا أتكلم على هذا الموضوع، الأسماء الشابة اليوم قاعدة تقدم أوراق اعتماد هذا الموسم. يعني سنة اللخ إحنا نريد نستمتع أكثر. اليوم أساني من أشوف الكهرباء، لو حتى زاخو حتى نفط البصل، أشوف بناء لعبة من الخلف. خل أقول لك 30% من الفرق يمكن فقدت اللعب الطويل، انتهى هذا الموضوع عندنا. شوف مسألة مهمة جداً، المدربين الشباب دي ينجحون لأنه حقيقة، يعني إحنا لأنه أعمارهم قريبة من اللاعبين فيعرفون اللاعبين يريدون، يعرف حتى جائز طريقة التوصيل تختلف. لما يصير فوارق بين الأجيال، مع احترامي لكل مدربين الكبار هذا مو انتقاص منهم أبدا، لكن النجاحات اللي يسووها مدربين الشباب واحد من أسبابها قرب عمرهم من اللاعبين وتواصلهم المستمر بدون انقطاع مع هذه الأجيال. فطريقة التوصيل، طريقة الإرضاء، طريقة العمل، هذا مهم جدا. طيب كابتن شاكر، أنا الهدف اللي إيه؟ الهدف قلت لك الدفاع مال الطلبة من بداية المباراة لحد هذا الهدف. أنا أول مرة لا يمكن بخط واحد، خط واحد هو آخر مدافع لهذا الدفاع اليسار، كابتن تشوف الفراغات بين الأربع مدافعين. أبو أحمد أنت مدافع سلام، القدم هذه آخر شيء القدم مالته، أي على القدم. أنا أشوفه تسلل، ماذا تدري ليش؟ لا مغطي هذا الدفاع كابتن، رجل اليسار على الخط معناتها كل جسمه داخل الخط ده. شوفه هسه اللاعب الزاخو رجله مو زاوية الرؤية مو مثل زاوية الحكم، بس أنا خلي أقول لك إنه هي بيها شك باشر مثل الهيثم محمد علي، بس أنا أريد رأيكم. أنت شو تقول؟ أنا والله أشوفه تسلل، ما أعتقد تسلل، ويا آخر لاعب ويا الدفاع كابتن هيثم محمد علي، سمعنا باشر يشوفه بالفار، أنت شو تقول؟ أنا أشوف تسلل. ها
ها؟ لأنه لو الرجل اليمين على الخط عدوها ثلاث مرات في المباراة، مرتين ثلاثة وين الحركة؟ لا وين حركة الكرة انطلق بيناتهم؟ لا على هاي الصورة أنا دا أعلق، أنا مش فتح للأمانة، أنا شفت غير مباراة هاي مش، بس هذه الصورة الآن إذا فعلا توقيتها ويا لعب الكرة فهذا موقف تسلل، إذا كانت الصورة موقتها صح مع لعب الكرة. كابتن موضوعك أخ داود على مود المدربين الشباب، هاي رسالتك الحلوة لازم توصل للإدارات، أن لازم تدعم الإدارات، تدعم هيك المدرب، لا تظل مثل السابق كل ثلاث مباريات يجي مدرب، الله يكون بعون اللاعبين، كل ساعة يجي فكر، كل ساعة يجي أسلوب مدرب، فنتمنى مثل ما احنا سداعمين دول المدربين الشباب، الإدارات كنت يعني تستند عليهم وتعطيهم ثقة وتطورهم، حتى ترسلهم على حساب النادي معايشات برا، دورات برا، يعني حتى نخلق في المدربين للمستقبل. طيب نتابع جمهور الطلبة بعد نهاية المباراة. حملوا اللاعبين وحكم المباراة سالم عامر الخسارة وعدم صدارة الطلبة لجدول الترتيب. نتابع. كابتن هاردك الخسارة اليوم نادي الطلبة خسر ثلاث نقاط مهمة من زاخ. احنا ليش نقول اليوم؟ احنا خلنا نرجع ونحكي صديق. الفريق مو زين، وصناعة كان مو زين، حسن أحمد شان. اليوم نخسر تسعة، حسن أحمد شان. فريق مو زين. الصدارة رجعت للشرطة، الشرطة خوش فريق أحسن من يمنه، احنا فريقنا تعبان. شنو الغير الوضع؟ الغير الوضع بمن؟ يعني بداية الموسم انتو صدرتوا حافظ؟ احنا صدرنا بمستوى؟ انت شوالف لي صدرنا بمستوى لو الفرق جاي توقع؟ الفرق جاي توقع واحنا صدرنا، خلص فريق احنا ما عندنا فريق، فريقنا تعبان. بس سؤال لسالم عامر، اذا هاي الجزاء فيها الشرطة والزوراء يدوكها لا ما يدوكها؟ بس يحتسب هاي الجزاء؟ ليش في طلبة مظلومة يحتسبها؟ ليه ما نكسر ملعب؟ ليه ما نسوي مشاكل؟ ليه ما نحترم نفسنا؟ لو يا زورا يسوي هذا الجزاء ويا الشرطه ويا الجويه مو يدقها؟ اليوم الحكم ظلم طلب، طبعا ظلمهم والله. هسه الجول الاول مشكوك بصحته، قلنا مين خالف حسبه، بس الجزاء واضحه بيده احتسبها، هو انهار الفريق بسبب الجزاء. خسر بهاي المباراه ان شاء الله راح يعوض بالمباراه القادمه. كابتن احنا كجمهور لازم تكون عندنا ثقافه تقبل الفوز والخساره. اليوم أنا إذا أخسر، اليوم أنا إذا أخسر رأساً أجي أحمل الكادر التدريبي، أحمل لجنة الحكام، أحمل هاي، هذا مو دوري ترى صدقني، هاي مو كرة قدم. كرة القدم المفروض بينا تكون عندنا هاي الروح الرياضية. بالمناسبة الفريق اليوم كله مو زين، احنا للوم نبقى نلوم الحكام ونذب صوجنا على الحكام. الفريق عاطفي، أنا أقول لك الجمهور العفو عاطفي، يحب فريقك يفوز. هاي مو مباراة، مباراة أنه هو الكادر التدريبي نزل بتشكيلة غلط، خمس إلى ست لواعيب كانوا مو أساسيين ولعبهم اليوم. شوية يعني يراد يعيد النظر بتصحيح الأخطاء. إحنا اليوم مو زينين، ولا مباراتنا الماضية أمام الصناعة مو زينين، لاعبين كلش مو زينين، المدرب اليوم أخطأ بالتشكيلة، ما عندنا لا مهاجم، لا عندنا صانع لعب، لا عندنا أجنحة، والمدرب يعرف كل الزين. اليوم بس تخسر تروح الصدارة، مفروض يلعب مهاجمين، لعب مهاجم واحد، خلى الفريق يمتلك الملعب ويسيطر على الملعب كله، واحنا اليوم لو ما الحارس نطلع ثلاثة أربعة خسرانين. فريق انا هسه مو زين، هدف تسلل وضربة جزاء خسرنا بيها، ما اعرف ايش تحكيم. هو انا من ناحية شيء راح اسوق بالتليفون الفار. التحكيم ظلم الطلبة ظلم طبيعي، نعم ما قدم، لكن اكو هجمات جزاء حقيقة صحيحة، فاولات يعني تسلل تقريبا مشكوك به الجول تسلل، بس هذا رأيهم بعد. بس اما جزاء حقيقية 100%. يعني أول شيء نقول ألف مبروك النادي الزاخو، يستحقون الفوز، وهارد لك للجمهور، لأن اليوم الفريق ولا أي لاعب لعب ما عدا حسن أحمد الحارس. يعني أتمنى من المدرب يشوف الأخطاء، شوف الأخطاء قاعد تكرر كل مباراة، ترى حتى مباراة صناعة خسرانينها يعني فزنا، بس اليوم طلعت الأخطاء كلها. شكرا لكل المتحدثين. انا ما اعرف يعني اكو لغط صاير على هدف المباراه، هدف زاخو، فباكر راح نناقشه بفقره فار مع الكابتن هيثم محمد علي حول هذا الموضوع. كثره الاعتراضات على الحكام ايضا وتحميل الحكام مسؤوليه الخساره. اليوم شفت مباراتين حقيقه بالدوري ماكو اي قرار يتخذه الحكم ماكو عليه اعتراض، هذه ثقافة جديدة يعني، حتى اللي يشيل لاعب ايده ويسقطه بالقاع وكأنه لعبة مصارعة ويدق عليه الحكم فاول ايضا يعترض،
فهاي الظاهرة جديدة طبعا، هاي اللي يحد منها المدرب أول من يحد منها، لأنه بعدين هذه تؤدي بيك إلى انذارات، وهذه مشكلة. هاي الثقافة مسؤول عنها الأول هو المدرب، لأنه يركز على أنه اترك الحكم، حكم بشر، والآن هو لاعب دفار، لاعب وهو حكم معرض، يعني بشر معرض للخطأ. فشد على يد المدربين أنه نجوز من هاي الحالة، نعود لاعبين على أنه القرار اتخذ. لكن حقيقة اليوم شفت، ما أريد أذكر مدرب اعترض أكثر من اللاعبين على الرمية الجانبية، يعترض على الدفع، يعترض على الجهة. يا مباراة، ها؟ يا مباراة، واحدة من المباراة. أيها لا تقول اسمه. لا قصد يعني شفته، هو مشدود لأنه هو كان قريب جدا من الكاميرا، فحتى بالكاميرا المصور استهواه هذا الاعتراض، قام يركز عليه أكثر منه. هذه مو صحيحة، هذه تنقل اللاعب إذا يشوف النموذج. المدرب يكون مشدود، اللاعب يكون مشدود داخل الرمية. فلهذا يطلع اللاعب من طور من أداء الفني ويلتهي بهذه السوالف. زين، المباراة الأخرى هي مباراة كربلاء والديواني. هذه المباراة انتهت بفوز فريق كربلاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للديوانية. كابتن شاكر، الديوانية هو الأول اللي افتتح التسجيل. طبعا هاي المباراة تقسمت المباراة إلى شوطين، الشوط الأول كان للديوانية، سجلوا هدف، جتهم بعض الفرص، فكنظام لعب المدرب كان يلعب ثلاثة للخلف. فعباس عطية زميلي قدر الشوط الثاني أن يضغط أكثر بالأمام ويلعب ثلاث مهاجمين ضد ثلاث مدافعين. أعتقد كاسب سلطان ما قدر أن يحافظ على منطقة الدفاع، وقدروا يسجلون ثلاث أهداف أخطاء. قلت لك الدوري مالنا وحكيناها دائما يعاني من التنظيم الدفاعي، أغلب أنديتنا حتى الجماهير تعاني من التنظيم الدفاعي. فشوف الأهداف كلها سهلة داخل الست ياردات، لا مراقبة. حتى الهدف الثالث ضربة زاوية وصعد براحته ضربة كورنر وسجل هدف. زين. فالديوانية بالمباراة السابقة الاثنين كان مستوى جيد، يحتاج إدارة الديوانية تطعيم الفريق ببعض اللاعبين للمرحلة الثانية، وأيضا يتمسكون بالمدرب كاسب سلطان، لأن بينت لمساته. لكن نوعية اللاعبين وجودة اللاعبين أعتقد لها دور كبير. فكربلة حتى من يخسر كربلة شوفوا فريق منظم، فريق جيد دفاعيا، جيد ينطي هدف بصعوبة لكن بسرعة يعود للمباراة. يمتلك أربعة بالأمام، أربعة لاعبين هم مفاتيح الفوز في كل مباراة إليه، اللي هم سجاد والمهاجم علي فاضل واليسار ورعد سجاد رعد، يعني لاعبين على مستوى، أربعة لاعبين، ويدافع منطقة زون بملعبه وعلى المرتدات. فالطريقة اللي يلعب بها كابتن عباس تسعفه بالمباراة، حتى من يخسر ويا الفرق الجماهيرية شوفه فريق أكثر تنظيميا. فمباراتها كانت تحصيل حاصل أن تكون الكربلة في ملعبهم، لكن الأسوأ ما بالمباراة اليوم ما شفنا الجمهور اللي هم ملح كرة القدم، فشوف المباراة كأنها ودية بدون جمهور، حضور جمهور. كابتن يعني مبارك لي كربلاء وهارد لك للديوانية، لكن تابع أول هدف الأول بالنسبة لي الديوانية خطأ، ما أعرف يعني هدف عن طريق عبد القادر، هي كانت ركلة جزاء أعتقد عثار وأعطى مبدأ الفائدة. شوف هو احنا الاهداف تجي تحصل حاصل دائما. بعد انه شفنا هذا الهدف للديوانيه شفنا اكو زياده عدديه في كل هجمه لكربلاء، هذا احيانا تصير تلقائيه من هو اللاعب يقول لك انا خسران، فشوف دائما يصير اندفاع للامام او بتوجيههم للمدرب. كربلاء بعد انه حس خسر، فلهذا شوف انه الاهداف ثلاثة اكو عده زياده عدديه، لما يكون فريق عنده اكثر من اربع لاعبين إلى خمسة في منطقة الجزاء معناتها فرصة استحواذ على الكرة في المناطق الخطرة درجة عالية. ولهذا نشوف أنه دائما الفريق اللي زي زيادة عددية في منطقة جزاء الخصم هو الأقرب للتسجيل. ولهذا ثلاث أهداف لفريق كربلاء شوفهم هم أكو زيادة عددية للأمام وصار اندفاع. ولهذا دائما نقول بكرة القدم أنه الفريق اللي هاجم أفضل من الفريق اللي يدافع، زين، لأنه الهجوم أفضل وسيلة. نعم. فعلا أنه أنت سجل أهداف أضمنها. لهذا إحنا العكس، لما نخسر يلا نفكر أن نصعد، وهذه مرات توصية مدرب أو اجتهاد من اللاعبين. لكن كربلاء واحد من الفرق اللي بدأ يتطور بشكل كبير وواضح علي النتائج. المشاكل كانت تشاكل بالديوانية أثرت على الفريق طبعا، يعني حتى إذا ترجع إلى الأهداف تابع أهداف كربلاء، يعني إذا تابع أهداف كربلاء أهداف ما تدخل في هذه ما تصير، يعني احترامي يعني بالفرق الشعبية ما تصير. هذا خمتها، هذا هو طاها للمهاجم، يعني هاي ما تصير، هاي أهداف ما تصير. الهدف أباوع هاي أباوع
ضاع راح يشوت، هو صلح الاباء باسر. ليش ما تبعته براسك برجلك من اول ما تسرد يسكت؟ وهذا الهدف الثاني يعني ما سلام سلام بحد القلب يعني بسهوله يجتازك وانت مدافع. تدري المشكله وين؟ وهذا الهدف انت مدافع وهذا التمركز الخاطئ. يعني انت كم مدافع وين اخذ موجودين المدافعين بس بدون ان ياخذون خصم، هاي المشكله. يعني هو موجود بمنطقه جزاء لكن تدري هاي المناطق فرق متر متر ونص، اذا ما مسكته صحيح ممكن صحيح يسجل هدف. ولهذا شوف هسه هم المدافعين موجودين لاعبي الديوانيه لكن ما حد ماخذ خصم ضغط من طيب. الديوانيه كابتن من كثره تبديل المدربين هذا ما حد يعرف، يعني جمهور الديوانيه اذا يسمعني يعني كثره تبديل المدربين ياثر على عطاء اللاعبين. الديوانيه انت باقي لك بالمرحله الثانيه، انت راح تبدي بس عندك هاي المرحله اللي راح تنتهي، عندك مرحله ثانيه شو تلحق؟ اي شو تلحق انت بالمركز الاخير؟ الاستقرار هذا الاختيار والاستقرار كله تاثر لما يجي كل مدرب يفرض طريقه لعبه وادائه على اللاعبين ويجي ورا اسبوع مدرب اخر يغير فيشتت اللاعب. هذا اللاعب ما اريده، انه المشكله عند مدربينا بس نهائي الدوري بالمنافسات ابو احمد ويستقطب اربعه لو سبعه، زين انت مو عديت الفريق، انت مو اختاريت التشكيله والاسلوب، ليش بثناء المباراة من تخسر تبدل؟ خوبت بغير طريقة لعبة غير بسلوبك، يجي المسكين اللاعب طلعوا هذا ما اريده هذا ما احتاجه، ففوضى عندنا كابتن فوضى. زين المباراة الأخرى هي مباراة كرب طبعا نجم. نفط البصرة والكرخ، هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي. بالنسبة لهذه المباراة، المباراة قبل الأخيرة عندنا هي مباراة نفط الوسط والنجف ديربي الفرات الأوسط، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. في ديربي الفرات الأوسط بين النجف ونفط الوسط انتهت المباراة التي ضيفها ملعب النجف بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة كانت الندية والإثارة حاضرتين في دقائقها. شوط المباراة الأول تسيده النجف بالطول والعرض بفضل تحركات خط وسطه المتكون من أحمد فاضل ومحمد زامل ومهدي كامل، فيما كان العندليب متحفظا يبحث عن الخروج بنقطة التعادل في هذا الشوط، لكن أحمد لفتة فاجأ الجميع بعد أن استغل خطأ لا يغتفر من مدافع النجف واضعا الكرة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول، معلنا التقدم للعندليب وسط حيرة جماهير الغزلان، منهيا بذلك مجريات الشوط الأول بتقدم نفط الوسط. وفي شوط المباراة الثاني دخل النجف يبحث عن التعديل، ووسط الضغط الكبير سجل البديل معين أحمد هدف التعادل بعد لمسات جميلة للاعبي النجف رافقها خطأ من السوري خالد الكردغولي. بعد الهدف وصل النجفيون ضغطهم بغية تسجيل هدف التقدم، لكن يقظة مدافعي نفط الوسط كانت بالمرصاد ليعلن حكم المواجهة محمد سلمان نهاية الديربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. شكرا نزيه حيدر. طبعا المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين نفط الوسط، طبعا ديربي الفرات الأوسط بين نفط الوسط والنجف، نتيجة أنا أشوفها كابتن عادل للطرفين. احنا الدور نظرا ما قدموه في المباراة، الدور السابع عشر اللي تكلمنا عليه كل المباراة اليوم وسط او تحت الوسط، لكن هاي المباراة شوي يعطيها تمييز فوق الوسط. زين. هاي المباراة ليش؟ من ناحية الإداء للفريقين، كثرة الهجمات كانت بين متبادلة بين الفريقين، الحضور الجماهيري اضاف نكهة، مباراة انتهت بأخلاق رياضية عالية ما صارت بها اي اشكالات كونهم ابناء محافظة واحدة. سامر سعيد لعبها صح، كان من بدايته لعب على النقطة وقدر أن يأخذ النقطة الوحيدة، لكن متباع المباراة أنه كان النجف أكثر وصول للهدف لكن بعض ضياع الفرص أكثر من فرصة قدروا يدفعون ثمنها. المهم المباراة كانت من المباريات الجيدة من هذا الدور عن باقي المباريات. صح. النجف يحتاج لتطوير بالجانب الهجومي، إذا أسمعني كابتن غني تحياتي له، أن يحتاج مهاجمين
هدافين، لان ده يوصل للهدف يملك افضل خمسه لاعبين وسط بين اللاعب الدولي ولاعب الاولمبي، لاعب منتخب وطني واولمبي، لاعب دوري. طاهر حميد عند الكابتن لاعب جيد، مهدي كامل، احمد فاضل، لبوا لاعب الطلبه، شو اسمه راح مبالي لاعب الطلبه. اليوم سدد 3 تسديدات، يعني كان واحد منهم صيرا احد الاهداف. فعموم المباراه كانت جيده سريعه، بها هجمه بهجمه وانتهت بنتيجه عادله بين فريقين. اذا طيب ما كان النجف افضل، النجف افضل كان؟ كان النجف افضل من كثره وصوله للهدف بالجزاء وضيع فرص. النفط الوسط اعتمد دفاع زون منطقه ويعتمد على المرتدات واستغل هذا الهدف على سجل احمد كوني. احمد كوني كابتن سلام، شو رايك؟ مع كابتن شاكر بهواي من هذه على هذه المباراه، هي دائما مباراه ديربي تكون مشحونه، شحنت كأداء لكن ما شحنت على المدرجات ومشاكل مع الحكام وكذا. فعلا كان التعادل نتيجة منطقية جدا مع أفضلية للنجف. شلون نقيس أفضلية للنجف؟ لما فريق يحصل على عدد فرص أكثر معناتها أسلوب اللعب وطريقة اللعب وصل للمنطقة البوكس أو المنطقة الخطرة، وهذا دليل على أنه فريق كان طريقة لعبة صحيحة، لكن بالأخير أنت تحتاج إلى مهاجم يترجم لك كل هذه الفرص حتى تطلع فائز، لأن كرة القدم بالأخير هي نتيجة، يعني هي تسجيل أهداف، مو الأداء فقط هو اللي يميزك. ولهذا فعلا غني شاهد واحد من المدربين الكبار يحتاج إلى أنه يفكر بمهاجمين. طيب إنه للمباراة نتابع الأهداف. الهدف الأول طونا يا شباب نرجع له، الهدف أنا أشوفه كابتن هو كان نفس اكو مباراه راح نتكلم عليها مال زوراء والحدود، زوراء تقريبا نفس الهدف نفسه. هذا وقوف المدافع كابتن، اي كره عاليه تجي، وابو احمد يمكن سلام هاشم كابتن مدافع ومن خير من مثل اللاعبين بالدفاع، يعني كره اي كره عاليه تجيك للمدافع بيها وقت، والوقت بصالح المدافع. باوع انت بهالكره بالهواء، وقت هذا إلك لازم تسبق. انا شنو انا ليش عدت اكو عدم تفاهم بين الحارس والمدافع. هاي انت بترجع للكره والمهاجم يمك، هاي غلط، هاي كابتن اي وقفته غلط مع عدم توقعه، وهو سابقه المهاجم سابقه توقعه. هذا احمد كوني انا مستغرب عليه اخ داود، ليش استغنوا عنه نادي النجف؟ مهاجم قناص يجيد العاب الراس، العاب الهوائيه، سريع، يعني تعجبت يعني كل مباراه هو اللي يخطر، هو اللي يسجل مع النجف. هذا الهدف باوع بهذا المدافع باوع. زين كابتن شوف، عادة في هذه خلي نحكي على الأهداف هسه. هذا الهدف عادة في كل فريق المدرب أول ما يبحث عن لاعب قشاش للخلف على مستوى عالي يلعب مبدأ الأمان. هذه الكرة شنو المشكلة؟ كان بالنسبة له شو وسط لاعبها بالرأس للجانب وفاضها، يعني التوقيت مو صح، ما شاف وضع المهاجم وين، ولهذا لعبها بطريقة عشوائية بحيث هدف لفريقه بوقت ما له داعي. دائما اللاعب القشاش يوصي المدربين انه العب مبدأ الأمان، هنا فقد مبدأ الأمان بهذا تسجيل لاعبين على مستوى عالمي تشوفون فيش مناطق، ولهذا هذا مو صح. انه انت انا دائما اوصي ماثيوس في يوم من الايام احتاج مدرب الماني ان يرجع لاعب قلب دفاع، اكثر لاعب في هذه المباراه شوت كرات وشتت، لانه هذا المركز يحتاج الى انه تلعب مبدا الامان. هذه الكره مع الاسف، وهمي ايضا اكو تعليق على موضوع لعبه الزوراء همين بهذا الخصوص، من غير المنطقي انت اخر لاعب بالفريق تجازف بهالطريقه وتخسر فريقك. زين يعني حتى طريقه ابعاد الكره اللي نفط الوسط لاعب رقم 10 يعني بعد الكرة غريب جدا، كانوا ينطي مناولة. هذا السوري الثاني السوري اي خالي. هي احنا يسموها بالتدريب رعونة من المدافع، ما اعرف يعني انت هي شلون احنا نقول بالعامية طب ونص، هي جتك والعبها لا بعد كرة للجانب، هي اثنين اخطاء دفاعية، اخطاء دفاعية. انا حكيت قبل قليل قلت لك كل خطوط الدفاعية بالدوري العراقي نعاني من التمركز الدفاعي، يحتاج عمل. قبل الحلقتين قلت لي داود، قلت لي بهالعمر شلون ان نسولف وياهم؟ اي سلام، انا عندي قلت له يعني اكو مدافعين لازم قبل التمرين الوحدات توقفه. ايه تعال هنا هذا تستغرب ابو اسحاق حقه. لا يعني عندنا لاعب واصل دوري ممتاز واصل بطريقه وطنيه، تجي تقول تعال وقف هنا وقف هنا، قد ما تشتغل عليه بالملعب عملي ما يستوعب، لكن بعض الاحيان تسموه تدريب وظيفي اخر ورا التدريب قبل التدريب يا الكره بالجانب تعال وقف هنا. يعني اهداف يعني الله يسعد الله يكون عون المدربين، يعني الهدفين تجلط مثل ما يقول صعب اخطاء. زين انا تتوقع كان تعادل عادل حسب ما قال الكابتن؟ اي انا شفته تعادل عادل مع افضليه للنجف. افضليه للنجف. شنو اللي كان يفقد النجف في هذه المباراه؟ التسجيل الاهداف، وصل للمرمى هواي لكن يحتاج الى هداف.
طيب المباراة الأخيرة لهذه الليلة هي بين الزوراء والحدود. هذه المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. نتابع الأهداف. هذا هو الهدف الأول بالنسبة لفريق الحدود، يعني هدف، وهذا هو الهدف الثاني. الحدود طبعا تقدموا بالنتيجة بهدفين مقابل لا شيء. بعدها آخر 15 دقيقة تقريبا صح الزوراء ورجع وسجل هدف الأول وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء. كابتن شاكر، طبعا تدري انت هساني لاحظت 3 أهداف بأخطاء دفاعية قاعد تتكرر هاي. نعم، يعني حتى هذا حسن حويبيب يعني هم وقفته غلط، يعني لا هذا هذا كاره، ذاك يجوز رجحه بس هذا وقفته خطأ. باوع وزلق يقهر هذا باوع. اي يعني اهداف الله يكون بعون المدرب، الله يكون بعون الجمهور، عليك اخطاء زين. فالزوراء اليوم اشوفهم نفس سيناريو نادي الطلبه، نزلوا للمباراة وملعبهم اعتقد يردون. هسه ماكو، انا هسه اللي جاي اشوفه غير، ماكو هسه فرق يعني كان يقول لك انا انزل واغلب الحدود واغلب زاخو واغلب واغلب دهوك واغلب ما ادري منه، لا ماكو. هاي الفرق الان صح ما عندهم اسماء بس جاي تلاحظ جاي يقدمون الكهرباء الان، شوف جاي يسوون ابو اسحاق هو بين هم مره ثانيه بالجول الثاني هم شطح وزلق وراوغه. مدافع من يوقع بالقاع يعني ناقص لاعب عندك صارت انت باع باع ابو احمد باع صح. باع ليش تشطح بقك باع باع ليش تشطح على فكره اليوم يعني عجبه أبو. اليوم انا تابعته بشكل يعني دقيق جدا. ليش قلت كان واحد من أسوأ اللاعبين اليوم هو حسن حبيبي حقيقه يتحمل الهدفين. الهدف الاول احنا ما نجي على الحاله الاخيره، هو اصلا وقوفه قبل ان تلعب الكره هو خطا. يعني عادة احنا نقول للمدافع نقول له انت صير الاقرب للهدف مالتك من المهاجم، انت شوف بمجرد ان لعبة الكرة هو المهاجم كان سابقه لانه هو شوية بدنيا لحق بي، ومع هذا يعني ما اعرف شلون اتصرف بالكرة الاخيرة. الهدف الثاني ايضا هو حسن حبيب انه شو الداعي للشطح شنو؟ انت عليك ان تمد رجلك وتقطع خط مسار الكرة باتجاه الهدف، لكن انت من شطحت هذا اللاعب بمجرد انه موه صار امام الهدف مفتوح، اعطيته فرصة في انه يتصرف بالكرة بطريقة غريبة. يعني حقيقة اني تدري هذا مسألة طبيعية جدا، فريقي وأعشقه وأحبه وأتابعه أكثر وأتمنى. ما أحب الزوراء أن يكون بالمراكز، يعني هسه مرات واحد يعذر أنه ما تحصل المركز الأول، لكن تبتعد عن المربع الذهبي أو المربع التنافس الأول الزوراء هذا صعب جدا. واليوم بأداء حقيقة الفرق بين الزوراء والفرق الباقي أنه الزوراء ما مستثمر موضوع الاحتراف بشكل صحيح. طبعاً هذا الموضوع احنا ايوب اخونا وصديقنا كعناصر كادوات. اليوم تشوف الزوراء اي بس المحترفين عندك من افضل اللاعبين اليوم بالدوري، عندك سعاد وعندك قوقية وعندك علاء وعندك يعني متفقين بس الفارق اليوم الحدود محترفين الحدود شفتهم 5 محترفين الحدود وين كابتن شاكر اذا انتبهت عبارة عن كتلة عضلية موجودة بالملعب، يعني اذا هم مو مخاخهم شغاله بكره القدم بس هم كقوه بدنيه. شوف هو شو مسوي الاختيار بهذا الموضوع، مختار قلب الملعب وسط الملعب، اثنين اشباه وسط، اثنين ارتكاز ومهاجم، يعني وسط الملعب هو مالي بكتله عضليه من القوه. ولهذا الزوراء شو وقت قول الزوراء لما فكر ان يلعب بالقاع سجل الهدف، لكن من كان قبل هي يلعب كرات عاليه كل الكرات العالية كان هو يأخذها، حتى وإن على عباس لاعب يجيد يلعب الهواء، سعد عبد الأمير نفس الشيء، لكن من القوة البدنية اللي يمتلكوها قلبي الدفاع ولاعبي الارتكاز الأفارقة لفريق الحدود منع من أن توصل أي كرة عالية لمنطقة الجزاء. زين الحدود كانوا أكثر تنظيم وكان يستحق الفوز، ليه يزعلون عليه جمهور الزوراء؟ مثل ما قال الطلبة اليوم بس وحالاته وطلعوا جمهور الطلبة تقول سمعوا كلامك كلهم مراضين على مستوى العام للفريق. هذا الزوراء كان يدري سلام، كان ينسون الزوراء، هم بالتيكي تاك، هم بالحيازه الزوراء، لكن شوفهم بهالمباراه الاخيره ما قدموا، لعبوا بواقعيه. عاد النعمه دافع على السنتر وظل على المرتدات، لكن حتى بالشوط الثاني ما تراجع، ظلوا يسوون حيازه ويتنقلون الكرات، لكن كان على عاد الدقائق الاخيره كان يكثر في تبديلاته بالدفاع ويكسب المباراه لان المباراه راحت من ايده. انا عندي موضوع مهم، يعني تحياتي لابو اسحاق ومدرب كبير يمكن اكبر مدرب واكثر انجازات. انت لعبت 3-6-1 في مباراة الجوية وتوفقت بها، جو المباراة نجحك بها، رجعت وين افضل البصرة تعادلت ويا اليوم تعادلت،
اكو بعض المباريات داود احنا كمدربين سلام يدري مو كل مباراة تلعب بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب، اكو مباراة ما تحتاج، يعني انت اليوم اللاعب على عباس وقلت لا لا انت لاعب مهاجم واحد، يعني حسن قوقية وهذا الاخ خلفه شو اسمه هذا المغربي خلفه، لكن انت لو تفكر مثلا في ملعبك ملعب ملموم العب 4-4-2 ما غير ممكن راح تتوفق الفريق، فابو اسحاق ظل مستمد بهاي الطريقة فبيها فراغات، اعطيته هدفين ضد نفط البصرة، طيت هدفين اليوم، اذا عندك خلل بالدفاع، انت تلعب اربعه وقاعد تعطي اخطاء ابو اسحاق، فارجع على الاربعه افضل لك وزيد الحاله الهجوميه، مو بثلاثه، العب باثنين محاور، هسه اكثر الفرق تلعب باثنين، شوف هسه نوروز كل لعبه يسجل يلعب باثنين، يعني اليوم على عباس وحده كماشت بين كتله عضليه بين المدافعين، فهاي رسالتي الى من قريب على ابو اسحاق او الى ايوب مدرب ما اقول لك به، لكن بعض المباريات ما يتوالمك بهذا الاسلوب، فلا تفقد والدوري بعد بدايته وصار ثالث مره يوصل للصداره للزوراء ويروح من يدهم، واحيانا بعض لاعبين الزوراء لازم يعرفون المسؤوليه ان الزوراء حتى احنا ما كنا نلعب بالشرطه ابو جوي كنا نتمنى نلعب بالزوراء استاذ داود، انا واحد من والعب بالشرطه ابو جوي باللقاءات اقول اتمنى العب للزوراء، الزوراء فريق كبير، فاللي يلعب للزوراء لازم يتحمل المسؤوليه والمدرب لا تظل كلها على ايوب على ايوب، فهاي اريدها صحوه للزوراء بالمباريات القادمه. تكلمت على اداء الزوراء اليوم بصراحه يعني لم يكونوا بالصوره المعهوده. قبل اخذ حاله الجزاء هم نتكلم عليها، انت ليش قلت الهدف الاول يقهر؟ لانه طريقه بدائيه لخطا مدافع بهالحجم، يعني قلت لك هو اصلا الكره بعدها بخط دفاع الحدود والحسن حبيب واقف خطا مخلي المهاجم سابقه، ولهذا هو هذا شلون انفرد اللاعب لانه اصلا هو سابقه، فمن لعبه كره بكل ما يمتلك من قوة بدنية حسن حبيب يا دوب يلا لحق عليه، لكن باختلال توازن يعني ما عرف شلون يتصرف، ولهذا شوف قبلها بقى هو اصلا هو احنا نعلم اللاعب كابتن انت شفت شلون الاستلام الكره وجابها على اليسرى، شوف هو هذا اللاعب شوف جابها على اليسرى وسدت، اي هو هذا الموضوع كان يحتاج الى انه حسن حبيب غالبه حتى هو اللي شتت الكره قبله، لكن لا دوب وصل لي للكرة لقى هذا يصرف، بس ليش وقع هنا؟ إيه؟ الثانية وقع نفس الحالة هنا زلقت الثانية، لأنه هو كان بالمباراة اليوم أصلا ما متوفق، أنا على فكرة مو بس هاي الهدفين حتى بتسليم الكرة حتى بالقطع اليوم ما هو بوضع الطبيعي، حتى الهدف الثاني شوف الهدف الثاني هم الهدف الثاني بالثلاثة ما يقدر إيه؟ أكو لاعب بالثلاثة ما يقدر صح. سلام إيه صح والأربعة كان واقف وين راح حسن؟ إيه؟ صدق وين راح؟ انت ليش تشطح؟ لا يعني هاي اليوم هاي شغلات بدائيه بالنسبه لي خصوصا انت بداخل الجزاء والهدف راح بعد داخل اللاعب، هو مو راح على الكره، هو دا يشوف اللاعب المدافع اليمين مصطفى اجاه من هذيك الجهه، اذا هذيك الجهه بعد ما يقدر ياخذك ليغات، اذا انت ابقى اوقف حتى انا امنع منه، هو بالطريقه خلاه يواجه الهدف بعد هذاك، ايضا هم لاعب ذكي عرف انه جاي سريع يتوقع. ولهذا موهى وخلى الهدف يصير وكانه ضربه جزاء اسهل من ضربه الجزاء، لازم يتوقع مبين راح يكف على اليمين، اتوقع انت مدافع إيه؟ اهم ميزه بيك التوقع إيه؟ مبين راح يشوت باليمين انت، هو راسا شطح وراحت رجليه، لان كان باللعبه كلها ما متوفق، هو صار انا بصراحه كمباراه تابعته مو مستواه اللي نتذكره، احنا المحترفين إيه؟ ليش نحكي عن المحترفين؟ صح. المحترفين هم ذو فائده فنيه عاليه، المحترف اللي يجي لازم يكون امكانيته اعلى طبعا من اللاعب من اللي عندنا، قبل لا انسى استاذ إيه؟ داود إيه؟ لعبوا لاعب شوط الثاني زوراء جناح يسار، يعني مو افضل من هذا زيدون العام لاعب شاب وبدت كان سبب تسجيل الهدف الثاني ايضا هو خطا بمنطقه يعني سيء، هي 77 يعني مو ذاك اللاعب من اردني ما اعرف شنو اي 77، اتمنى من الادارات او المدربين اختيار، فليش احنا اشدنا بعاد النعمه اختيارا للمحترفين جاي وليك تريد ننتهي من هذا الموضوع ايه؟ موضوع المحترفين اني اسوي بلجنه المسابقات لجنة ايه؟ نظام اللاعب المحترف اللي يجيني عمره سيفي ماله قوي السيفي ماله صح، اضافه الى انه هو لاعب منتخب اي والله لاعب منتخب ببلده العراق، يعني بهذا اقدر اني اطور الدوري، انا اجيب لي لاعب كابتن الله يخليك والله يجيبون محترفين ب 600 دولار وين اكو محترف ب 600 بالشهر على قولت ابراهيم سالم 600 بكنتاكي اي والله ويجيبون لاعب بكنتاكي، شوف محترف جايب بكنتاكي ب 15000، شوف اخ داود عمل الانديه يختلف، عمل الانديه مختلف تماما عن لجنه المسابقات، ماكو اتحاد بالعالم يفرض على نادي ان يجيب المحترف، لا لا تقدر 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 لا لا قوانين يفرض عليك كابتن عدد كابتن هسه تقدر نروح هسه اغلب لاعبين يقدرون يروحون يحترفون بقطر؟ لا اذا مو لاعب منتخب وطني وتصنيفك وكذا خلي اعطيك بعد بالدوري الانجليزي منو ما يلعب الا تصنيفك من فوق الستين وفوق
اللاعب هسه مهما يكون سلام ليش ما نشتغل مهما يكون مجايب ليش ما نشتغل نسوي ليش ما تسوي انت قانون نقاط كذا هاي ماده اني اجي اليوم اللاعب يكون عمره من هالعمر لهذا العمر محدد يكون يكون لاعب منتخب بلده جاي من نادي درجه ممتازه مو اني جايبه من فرق شعبيه لو دوري شركات اغلب المحترفين ترى دوري شركات وموجودين ترى بدبي موجودين بمصر وموجودين بتركيا دوري كامل دوري شركات كامل لا 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 شايفينهم كابتن اكو 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 شركات تجمع اللاعبين الافارقه اللي معهم بالدوريات يجيبوهم دوري درجه ثانيه والثالثه والافريقيه يجيبوهم يخلوهم معسكر تدريب يجي الايجنت ياخذ لك كم واحد ويبيع لنا اياهم غير هسه نعرفها يجي يبيع لنا ب 600 وب 700 وب 800 آه. زين وينكم محترف ب 600 انا راح اتخبل والله العظيم وينكم لا محترف ب 10 ورقات ب 1000 دولار وينكم مدرب الدور صح انا لو اصرف لو ما اجي يعني هاي 600 انا اعطيها اخليها 600 على 600 على 600 اعطيها اللاعب زين سوبر شابر يجيني مو وزوراء مو اي نادي زوراء من يجيهم كل لاعب يعني مواصفات عاليه شوف اضرب لك مثل بوليكاري من راد مهاجم ايش قد جابوا له محترفين ما اقتنع بهم الا شاف هذا اوليفيرا هذا المهاجم هسه الهداف يلا اقتنع به قال له اريده اريده فالمدرب هم له دور بكلمته من اريد هذا اكو بعض الادارات تجيب اللاعب وتوقعه والمدرب خلي نتابع جماهير الزوراء شنو اللي تحدثت بعد نهايه المباراه ويا احمد سعيد كل اللاعبين يتمنون يجون الزوراء بس الاداره ما تقبل تجيبهم يعني الاداره تقول لك انا اريد لاعب يجيني هو للنادي الإدارة والمدرب أنت كابتن أيوب على رأسه خليك والله بس أنت رجال كبرت والأمير علي أنا أعرف ناس بالمصطبة تقعد والأمير علي يحلفون ويتكفرون أيوب ما يشوف رجال كبير مريض مسوي عملية ما يشوف يعني ما يشوف اللاعب اللي قاعد يقدم ولا ما يقدم تشكيلة من البداية كان بادية خطأ ثلاث مدافعين تلعب ضد الحدود تلعب ثلاث مدافعين هاي ما صارت تاريخ الزوراء عندك تكوك عندك مصطفى محمد عندك هو اللاعب عندك يعني تكوك أنت ليش ملعب ميثم جبارتك هاي ترى ما صايره هاي مثل جبار قائد دفاع يلعب مو عيب كافي عمي كافي مجامله منزل حسن حبيب ويا الشرطه خسرنا ويا الكرخ خسرنا وهسه خسرنا اضعف فريق بالدوري يجي ملعب الزوراء جمهور الزوراء وبنص ملعب الزوراء يفرض اسلوبه علينا ويلعب علينا لمسه وباص ويقول علينا ونغلب ويرجعون ماكو ايش هذا مو الزوراء هذا مو الزوراء يا زوراء كابتن يا زورا عمي يا زورا عيب عمي أيوب 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 عمي أنت مدرب قدير مدرب محترم مدرب أنت أكثر مدرب بالعراق ماخذ دوري عمي احترم نفسك واحترم جمهور زورا واطلع عمي كافي اطلع ما نريدك احنا عمي ما نريدك رسالة لأبناء النادي عاجبكم هذا الوضع كريم صدام ليث حسين وغيركم ترى لا قيمة الأكبر اسم بالزورا وتاريخه لولا هذا الجمهور عاجبكم هذا الوضع عمي احنا جمهور الزوراء العظيم عيوب رحم الوالدك الحدود جاي يلعب وياك بخمسه بالنص تلعب وياه ثلاثه يعني بلعبك يصير شيء خمسه جاي يلعب لك بالنص تلعب ثلاثه زين شوفوا ماكو فجور لك عيوب انت كابتن وانت راقي احنا شريد منك عوف النادي عوف النادي عوف النادي طيب كان هذا طبعا كلام لجمهور الزوراء تحياتنا لهم على العموم مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي اليوم مع طبعا فرض أسلوب بالنسبة تكلمنا عليه يمكن الكابتن عادل نعمة مع الحدود من المدربين أيضا الشباب اللي فرحنا جدا بنتائجهم على الكباتن اللي ذكرتهم لوي صلاح عبد الوهاب أبو الهيل مع نفط البصرة حيدر عبد الأمير الكثير من المدربين اليوم الشباب اللي عندنا في الدوري ولي كريم أيضا أحمد عبد الجبار مع الكرخ قاعد يقدم هذا الموسم أيضا الحدود وحتى اختيارات بالنسبة للاعبين المحترفين احنا نشيد بها رغم أنه كنا نطمح إلى أفضل يعني إذا صار يعني حسب الأخبار إذا صار أكو دوري محترفين يعني سنة اللغ إحنا نمشيها نقول يلا إن شاء الله يصير فنقول إنه يكون هناك ضوابط وشروط في عملية اختيار اللاعب المحترف ما بيها شيء أنا أخلي شروط كذا 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 وإحنا مقبلين على دوري محترفين إذا صار يعني إذا صار دوري محترفين زين العموم أنا أشكر الكابتن شكرا لك كابتن شاكر وشكرا لك كابتن سلام شرفتونا اليوم باكر
راح يكون عندنا حلقة الاختيار أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل وأجمل هدف، بالإضافة إلى حكم الفار راح يكون ميانا الكابتن هيثم محمد علي في هذه الحلقة. نلتقيكم باكر إن شاء الله، إلى اللقاء.